هذا وقد اكدت سفيره خادم الحرمين الشريفين في العاصمه الامريكيه واشنطن الاميره ريما بنت بندر بن سلطان ان زياره الرئيس الامريكي جو بايدن الى السعوديه محوريه لتحقيق السلام. واكدت الاميره ريما بنت بندر بن سلطان في مقال راي نشره موقع بوليتيكو ان الشراكه بين البلدين عززت الاستقرار العالمي واضافت السفيره ان زياره الرئيس الامريكي لحظه هامه لوضع رؤيه مشتركه لكيفيه مواجهه التحديات مشيره انه لا يمكن حل المخاطر الوجوديه. التي تواجه العالم دون وجود تحالف سعودي امريكي فعال ونوهت الى ان العلاقه بين السعوديه والولايات المتحده يمكنها قياده انتقال عالمي الى مصادر الطاقه المتجدده واوضحت ان السعوديه رائده عالميا في مجالات الطاقه والاستثمار والتنميه المستدامه